بعد 3 أشهر من العمل عدنا. لقد أصبح للمكان هيئة مختلفة، وصار للحيز الضيق فسحة من الأمل، وبات بإمكان الطلاب الآن القول أنهم ذاهبون إلى المدرسة. الحمد لله بنيت لنا 3 سور، فضل الله ثم فضل المعاونين معنا، يعني السور تمام أحسن من السور القديمة، يعني القديمة عشش والشمس فوقنا، حرارة الشمس فوقنا والبرود والمطر، أما الآن فصول تمام، يعني كل شيء فيها متوفر. تحقق حلمي وحلم زملائي وحلم زملاتي، يعني في بناء 3 فصول تمام، كل شيء فيه متوفر مع المواس والصبورات، يعني تحقق وعلم تمام. أول كنا 3 فصول، 3 فصول في فصل واحد، أما الآن كل فصل في فصل واحد.